سؤال: ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان حسب الاستطاعة. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، سورة التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، صحيح رواه أبو داود، أي بقدر الاستطاعة. سؤال: ما هو الولاء؟ الجواب: الولاء هو الحب والنصرة للمؤمنين الموحدين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه مسلم. سؤال: هل تجوز موالاة الكفار ونصرتهم؟ الجواب: لا تجوز موالاة الكفار ونصرتهم. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، متفق عليه. سؤال: من هو الولي؟ الجواب: الولي هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة يونس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. سؤال: بماذا يجب أن يحكم المسلمون؟ الجواب: يجب أن يحكم المسلمون بالقرآن والحديث الصحيح. قال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، سورة المائدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، رواه مالك وصححه الألباني ومحقق جامع الأصول بشواهده.